مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي الصياد مكتوبة باللغة الإنجليزية، والبيج مالتنا اللي على الفيسبوك بلاب العلاوي علي الصياد. أصدقائي وأعزائي، حبيت أشرح لكم بهذا الفيديو طريقة تجليس بسيطة كلش، وما تحتاج منك إلى جهد، ولا تحتاج أن تفرغ مكان، ولا تحتاج أن أي شيء. يعني الطريقة بسيطة بس تحتاج شوية وقت، والوقت طبعا يحدد الطير. يعني أكو طيور هي تلقاها جالسة، وأكو طيور يحتاج لها وقت. فاليوم مثل ما تشوفون هذا قبالكم، هذا المخلف من تخريجي، هذا وحشي طبعا مو أليف، هذا المستوى اللي وصلنا وياه لهسه. الطريقة هي شنية؟ الطريقة أن تنوع بمكانات القفص. احنا اليوم الطور دائما اذا من واحد يشتري طور او يبيع طور ياخذه 3 ايام 4 ايام من يتغير مكانه، يجوز اكثر حتى يفتح من جديد، وهذا كله احنا نعتبره مجالس الطير. اليوم الطير اذا ما يقرا بنفس اللحظه هذا معناته مو جالس. فهاي الطريقه الاساس مالتها التنويع بالمكان. اليوم انا هذا هنا علقته، يبقى هنا معلق. طبعا المكانات اللي اعلقها اختارها مواجهه ويا البشر، يشوف البشر يتعلم عليهم، بالاضافه الى انه ما يشوف بريه نهائيا، ما خلي يشوف بريه حتى لا يتوحش. هنا راح يكون الجو الموالف مالته جو البيت، داخل البيت والبشر. خلي نشمسه مره واحده بالشهر كلش كافي، بس ما نشمسه اكثر، وحتى مكانه مو مقابل الشباك حتى لا يشوف العصافير والطيور البريه، خلي يشوف بس الضوء بس، ما يشوف الطيور والعصافير. هنا علقت هسه بهذا المكان، ننتظره، ما نحدد وقت او يومين او ثلاثه او اربعه او اكثر، ما نحدد، ننتظر. شنو ننتظر؟ يقرا لسانات، لسانين ثلاثه اربعه، ورا ما يقرا هاي لسانات اثنين ثلاثه اربعه وقبالنا احنا البشر، يعني ها معناته الطير ركض بمكانه. ايش راح نسوي؟ راح نشيل القفص منا نخليه بغير مكان وايضا احنا متواجدين به، ونفس الحاله نكررها، وهم راح يفتح لسانين ثلاثة أربعة، وهم نغير قفصه. تلقائيا الطير راح يكون عنده ثقة بنفسه، تعلم على المكانات. طبعا المكانات تظل نكررها، احنا يوميا نخليه مكان، ما نثبت مكانه. وراها نبدي نشتغل عليه شغلة نكسر الخوف ونعوده علينا. وشلون هاي الطريقة؟ الطريقة هاي عن طريق الأكل. طبعا احنا هسه شتاء ماكو حشرات، هو أحسن شيء التجليس بالحشرات تكسب الطير مالتك. فهسه لب صمون، على اعتبار احنا ما ننطي لب الصمون، ولب الصمون طعمه مفضل الهن، فنكسبه بلب الصمون او صدر الدجاج ثرمه صغيرونه او رمان، نفرط له حبايه رمان، ويعني الاكل المفضل للطير. فشو سويت؟ هاي الحبه تاخذها تخليها بحافه القفص هنا، اذا كان هذا قفص او غير قفص عندكم، وترجع لي ورا، تثبت روحك ما تتحرك، تنتظر الطير ينزل عليها ياكلها. اكلها اول يوم، احتمال يتركها الا توخر من يمه. تكرر هاي الحاله اكثر من مره لحد ما الطير راح يقوم، من يشوفك راح يقوم هو ينزل لك يريد من عندك اكل، بعدها يقوم يطق لك جناح، بعدها يقوم تلاشي. بس المساله تحتاج وقت وصبر، واكيد احنا هاي العمليه راح نسويها ورا ما نعرف انه الطير يسوى بلساناته وحنجرته القويه. إن شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتنا لكم.